سؤال ثاني، حضرتك كنت حكيت يعني في موضوع الأكل في المطاعم، الأكل الحلال في المطاعم الأجانب، يعني إحنا عندنا هنا مطاعم أجنبية يعني، إيه. والأكل كنت قلت إن الدجاج سمي وكولي إن كنت إيه سمي وكولي إذا ذبح. بس إحنا إيه كملي شو السؤال. بس إحنا المشكلة إنه إحنا بنعرف هون إنه الدجاج واللحم ولحم البقر والخروف اللحميات وهالشيء هم بيذبحوهم بطريقة يعني مش إذا وصلت لليقين. شوفي اختي انا ذهبت لاوروبا وعشت فيها، يوجد لحم حلال ويذبح على الطريقه سواء اهل الكتاب اليهوديه صح، يقطع بها العنق يعني الطريقه التذكيه الشرعيه، فلا تاتي تعدمين هذا الامر، هذا موجود وانا عشته ولامسته علمت، لكن لو وصلت لمرحله يقينيه ان الذبح لم تكن بالطريقه الاسلاميه سعقا بالكهرباء او خنقا ما يجوز تاكلين علمتي، فهذا يرجع إلى يقينك أنت. أما ذبح على الطريقة سواء ذبحه مسيحي أو يهودي على الطريقة الشرعية، حتى اليهود ترى يذبحون مثلنا، فكلي سمي وكلي بس. بس هو على طريقة يعني قبل الذبح يعني السرعات الكهربائية اللي بيعطون براسهم قبل ما يذبحوهم يعني. لا أختي هذه السائقة كهربائية لا تميت، هذه حتى أنا شفتها كيف تكلمت سابقا، لكن في شيء في أوروبا الدجاج حتى يتحرك كثيرا، فشو يسوي يسعقون شوي كهرباء حتى إيه يصير يفقد الوعي، بس هو ما زال حي قلبه ينبض وكل شيء حي فيه، ثم يتم عملية عشان يدخل الماكينة، لأن الدجاج يتحرك كثيرا فلما يدخل الماكينة تأتي عملية قص العنق خطأ لأنه يتحرك، فيضربون سعقة كهربائية خفيفة تفقد الوعي يتخدر قليلا لكنه حي قلبه ينبض وكل شيء ينبض حتى يدخل ماكينة يعني بلا حركة ثم يقطع العنق، فهذا ذبح الطريقة الإسلامية معنا، وأنا وين كنت ضد الكهرباء هذا لأنه ما يجوز علمتي، لكن لا يعني أنه لم يذكى حلالا، بل هذا أكل حلال يعتبر لأنه هو خرجت روحه بقطع العنق لا بالكهرباء علمتي، أما إذا كان طريقة قتله كهرباء 100% ثم قتل 100% كهرباء فهذا ما هو حلال.